أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وأثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بسم الله الرحمن الرحيم
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن فوسطن به جمعا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدريك ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة أفلا يعلم إذا بعثر
تكثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. القارعة ما القارعة وما القارعة إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث تكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة شنت
راضي فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدريك ما هي نار حامية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية ألهيكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطام. كلا لينبذن. كلا لينبذن في الحطام.
وما أدريك ما الحطام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن وما أدريك ما الحطام. وما أدريك ما الحطمة. نار الله الموقد. نار الله الموقد. التي تطلع التي تطلع على الأفئدة. 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 إنها على
عليهم مصد في عمود ممدد في عبد ممدد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجار ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت
في مور رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي ديني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ما أعبد لكم دينكم ولي ديني قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا
أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغني عنه ماله وما كسب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب.
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب سيصلي نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد في جيدها حبل من مسد قل هو أحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 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 الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم صدق الله العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لكل ختمة دعوة مستجابة. يقول الإمام أبو الخير محمد بن الخير بن علي يوسف المعروف بابن الجزري نسبة إلى جزيرة عمر بالقرب من الموصل، عندما أتم ختم الطيبة فقال في خاتمة الطيبة: ثم اقرأ الحمد وخمس البقرة إن شئت حلا وارتحالا ذكره، وادعو وأنت موقن الإجابة دعوة من يختم مستجابة، وليعتنى بأدب الدعاء ولترفع الأيدي إلى السماء. فهيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان المقام ليس مقام يعني دعاء أو شيء، ونسأل الله عز وجل ألا يكون فيه غرور أو رياء أو تكبر أو سمعة، ولكن هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لكل ختمة دعوة مستجابة. اللهم ارحم فقيدتنا، اللهم ارحمها يا رب العالمين، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وابدلها دارا خيرا من دارها وجيرانا خيرا من جيرانها. اللهم ثبتها عند السؤال، اللهم اجعل هذه الليلة هي خير لياليها، اللهم يمن كتابها ويسر حسابها وثقل بالحسنات ميزانها وأسكنها بجوار نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأدخلها الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج همومنا وغمومنا يا أكرم الأكرمين، اللهم سدد ديوننا واكشف كروبنا، وبارك في أولادنا وبارك في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته،
ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا بالقرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وعلمائنا وقرائنا وطلابنا ونسائنا وأمهاتنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولصحابته وللتابعين من بعده وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسألك يا ربنا أن تنصر الإسلام والمسلمين، نسألك يا ربنا أن تغفر لنا أجمعين، وتب علينا يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.